السنتي داخل هذا الميركاتو، بالاضافه لست ديال اللاعبين اللي غادروا، سبعه اللاعبين اللي انت تبون فريق حسنيه قال البدايه كانت كريم سيكل مرورا بكذلك باتريك مالو وكذلك الكاري الهاني والمهدي الهاني ورشيد ابو الزهر وكذلك خالد العيود، خالد العيود لاعب ديال فريق المغرب التطواني وكذلك المهاجم الايفواري التراوري جيلاندو جونيور بالاضافه رشيد ابو الزهر. بالنسبه للاعبين اللي غادروا فريق حسنيه اكادير كريم البركاوي اللي كان عرفوا مشى الرائد السعودي، رضا عطاس اللي مشى للعداله السعوديه، كذلك بعدي اللي مشى للنهضه البركانيه، وكذلك سفيان بوفكيني اللي مشى التاهين. سفيان بوفكيني رجع بدايه ديال هذا الاسبوع بعد يعني ما كان اخذ ورد كبيره بين انه كان غيض الفريق حسنيه اكادير، ولكن المفاوضات يعني ما تكلتش بالنجاح لا من جانب فريق الوداد لا من جانب فريق الرجاء. وهو سفيان بوفكيني كيرجع للتدريب ديالو ديال هذا الاسبوع، رجع يعني دخل مع الجروب ديال فريق حسنيه اكادير. ادريس بناني اللي مشى لنهضه الزمامره، واخر مغادر فريق حسنيه اكادير تامر صيام اللي يعني فريق حسنيه اكادير حاول انه يفسخ مع الكونترا باش انه يجيب اللاعب الايفواري من الدوري التشيكي. بالنسبه لفريق حسنيه اكادير في الاستعداد فهو لعب تقريبا خمسه ديال الماتشات يعني في دوري الصداقه ثلاثه ومع اتحاد طنجه وكذلك مع فريق اتحاد ايت ملون، دوري الصداقه لعب مع شمال المحمديه ومع هلال طرس مع اولمبيك تشيرا، يعني مباريات نقدر نقول انها كانت واحد بروفا باش ان المنشب اللي يعرف مع من يلعب يعرف اللاعبين اللي عنده، كذلك يعرف يعني اللاعبين اللي اونز دو ديبار باش يبدا اول ظهور ديالو من فريق الاتحاد طنجه. الجديد كذلك بالنسبه لفريق حسنيه اكادير هو يعني الاعلان على الجمع العام اللي الكل كان كينتظر هذا الجمع العام اللي تعلن عليه انه يدار نهار 15 دو جانفير عن بعد، يعني المنخرطين ما عجبتهمش هذا الاقتراح، ولكن يعني هذه هي الاجراءات الاحترازيه اللي كاينه دابا يعني جميع الفرق النوادي المغربيه دير الجمع ديالها يعني عن بعد. كذلك بالنسبه لابرز خبر بالنسبه للمباراه ديال اتحاد طنجه هو غياب توازن بالنسبه لفريق حسنيه اكادير، يعني البدايه تكون بعماد الكيماوي اللي عنده اصابه يعني تبليسه في المرجع الى طرابلس يعني في كاس ديال الصداقه اللي غيب اكثر من 4 أسابيع ولا 5، كذلك يعني الخنبوبي اللي رجع يعني مازال ما موجودش، باكاري ماني وكذلك مالك سيسي بنسبه كبيره ما يكونوش موجودين. علاش هاد جوج ما كاينينش ماني وسيسي؟ مازال ما دخلوش للجروب مزيان يعني من يرجعوا من الاصابه وكذلك من الكوفيد. بالنسبه لباكاري ماني يعني ما تريناش بزاف يعني يلاه دخلوا الاسبوع قبل الماضي يعني يلاه بداو كيديروا لي شوف مديرو يعني يلاه بدات اللياقه البدنيه ديالهم كتوجد يعني بنسبه كبيره ما موجودينش، ولكن ممكن منش بانه الا ما توفرش احد العناصر الاساسيه اللي بدا معهم التدريب من الاول انه ممكن انه يزعم باكاري ماني، ولكن مالك سيسي يعني صعيب ان كنعرفوا مالك سيسي يلاه رجع من الاصابه، باكاري ماني يلاه رجع من الكوفيد يعني ما كانش معاهم، توفيق الصغير أو يلاه رجع من الكوفيد، يعني مجموعه من اللاعبين اللي ما كانوش في طيله التدريب يعني ما شاركوش مع فريق حسنيه تكريم في المباريات الوديه بالاضافه لعبد العالي الخنبومي، يعني هذه كلها غيابات غتكون غايبه امام فريق اتحاد طنجه. في نفس الوقت يعني عناصر مهمه تكون في صفه فريق حسنيه تكريم خاصه وكنهضروا يعني سبعه ديال الانتدابات يعني نشوفوا منهم على الاقل واحد جوج لعابه ولا ثلاثه يكونوا في الماتش ديال الاتحاد. شنو المتوقع تما اكوزول وتكلمنا مع هذا الامر، شنو هما لي سوا اللي كاينين الا بغينا نشكلوا واحد ليكيب تيب في هذا الماتش هذا ديال طنجه؟ ما تكونش خارجه على التشكيله المعتاده ديال الفريق ديال المواسم الماضيه، لان فريق حسنيه تكادر رغم المغادره ديال سته ديال الاعضاء من اللاعبين الاساسيين الا يعني كاين عناصر اساسيه ملي كنهضروا على الحواصلي يعني كاين في البوطو ما كاينش شي واحد لا يزعزعوا تما يعني كارسمي ياسين الرامي كاين حاضر واجه يعطي البوفتيني انه يرجع للبلاصه ديالو انه يلعب واخا يكون مع السيمانه ولا باتريك مالو بالفعل اللي لعب معهم مجموعه من المباريات الوديه مع ياسين الرامي، وكذلك حتى امين الصديقي اللي يكون حاضر يعني في الدفاع، وجمال الشماخ يعني اما يلعب بثلاثه في لا ديفونس اما بعض المرات كيلعب باربعه في لا ديفونس، يلعب باربعه في لا ديفونس فيكون ياسين الرامي مع باكاري مالو باتريك مالو وامين الصديقي وكذلك جمال الشماخ. باتريك مالو اللي بدا معاهم دخل معاهم لانتريما يعني موجود، ولكن ممكن نشوفوا سفيان بوفتيني على حسب يعني القراءه ديال المدرب. بالنسبه لميليو مهدي اوبيلا حاضر غيكون معاه زهير الشمش وكريم ستيكل بنسبه كبيره، هادو غيكونوا في وسط الميدان غيتزاد معاهم سعد مرسلي بنسبه يعني شويه كبيره نقولوا ان سعد مرسلي يكون حاضر معاهم. وفي الهجوم غنشوفوا يوسف حلي مع اللاعب الوافد الجديد ديال فريق حسنيه اكادير جامع مرزوقي، هذا اللاعب ديال امل كيزنيت اللي مشى للجيش الملكي
الموسم الماضي يعني وما لعبش مع فريق الجيش الملكي، جا الحسنيه تاع جالسين معهم 3 سنين، ممكن نشوفوا المرزوقي تعطى انه يلعب من الدقائق الاولى، بالاضافه للغيابات ايوب المالوكي، نسيت ما ذكرش ايوب المالوكي وبن حسين حتى هما كانوا مبليسين، يعني يلاه رجعوا هذه البدايه ديال هذا الاسبوع، يعني حتى هما ما يكونوش حاضرين في الماتش ديال اتحاد طنجه، يعني غيابات وازله بالنسبه لصفوف فريق حسنيه تاع جالس، ولكن يعني كاين واحد مجموعه من العناصر الاساسيه كيعتمد عليها فريق حسنيه تاع جالس في السنوات الماضيه، هي اللي كتكون يعني يعني العناصر نقولوا الركائز الاساسيه بالنسبه للفريق حسنيه تاع جالس. غنشوفوها تما، بالاضافه كما ذكرنا غنشوفوا باتريك مالو، وممكن نشوفوا كريم ستيكر في الميليو، ونشوفوا كذلك جمال مرزوقي في خط الهجوم. اذا يعني تقريبا هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للفريق حسنيه تاع جالس. خويا ايوب، عوده اليك لفرصه قادمه بحول الله. شكرا لك عبد الجليل الشهيد. الحسنيه كيبريباري بعناصر جديده وعناصر اللي كانت من لي بيليه ديال العام اللي فات، الغيابات اللي تكلمتي عليهم الكيماوي، عبد العالي خنبوبي، ايوب ملوكي، محمد بن حسين، اضافه السنغاليان باكاري ماني ومالك سيسي. غنشوفوا هذا الماتش شنو يمكن يعطينا بالنسبه للحسنيه وبالنسبه لطنجه. استمعوا لسفيان بوفتيني المدافع الحسنيه في تصريح الموقع الرسمي الحسنيه اكادير حول هذه البدايه ديال الموسم. رجعت الفريق ديالي والزملاء ديالي قيادة الكوتش اللي ترحبوا به من هذا المنبر سيمونير. انا جيت سعيد بالالتحاق ديالي مع الزملاء والموسم الجديد اللي غادي نبداو ان شاء الله بواحد الاحترافيه، نحاولوا نخدموا ونجتهدوا ونصبروا بالظفر للطاقم التقني وجميع مكونات فريق حسنيه اكادير. تنتمناو ان شاء الله هذا الموسم هذا نمشيو في واحد المسار اللي هو جيد حسب الموسم اللي فارض. تنتمناو ان شاء الله هذا الموسم نضرب واحد الشكل جيد اللي غيخلينا ان شاء الله نلعبوا لا سوا في الشامبيونه ولا كاس العرش بواحد الاريحيه.